كتير في السعادة وكتير مبسوطة إني هذا حلم لكل رياضي فلسطيني موجود في البلد إنه هو يمثل فلسطين في هيك بطولات، خاصة بطولة الأولمبيات. الإشي كبير يعني، بتتجمع كل أبطال العالم، بتتجمع كل الدول في هيك بطولة. مبسوط كثير انه في حدا من عنا من فلسطين بده يمثل في الاولمبياد، هذا كثير الواحد بهتز فيه حسب الامكانيات اللي عندنا، لانه احنا فلسطين ما فيش ترتيب بين المدارس والجامعات والاتحاد اللي يكونوا متابعين السباح